يسعد صباحكم حبايبي تاني با. اليوم راح نكمل شرح في رياضيات درس الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. بدأنا يوم الخميس بتهيئة لدرس الأعداد الزوجية والفردية، اليوم بدي أشرح أكثر عن هذا الموضوع. نبدأ بكلمة الأعداد الزوجية. ما المقصود بكلمة الزوجية؟ ما هو العدد الزوجي؟ الأعداد الزوجية هي الأعداد التي تتكون من زوج، أي عددان يبقيان معا، لا يوجد عدد يبقى لوحده. كيف يعني؟ نيجي مثلا هون العدد اثنان، العدد اثنان هنا داخل المجموعة يوجد زوج، أي مجموعة مكونة من اثنان. لما أحصر العدد اثنان لم يتبقى هنا أو هنا عدد أو قلب لوحده بمفرده، لذلك العدد اثنان يعتبر عدد زوجي. كذلك الأمر بالنسبة للعدد أربعة. ننظر إلى هذه المجموعة، العدد أربعة هنا لدينا الزوج وهنا لدينا زوج آخر، لا يوجد عدد بقي لوحده بمفرده، لذلك العدد أربعة هو عدد زوجي. العدد ستة أيضا، ننظر هنا إلى هذه المجموعة، أنا رسمت قلوب راح أحصر كل قلبين مع بعض، هي هنا زوج من القلوب، زوجان، ثلاثة أزواج، لم يتبقى عدد لوحده في العدد ستة، لذلك العدد ستة هو عدد زوجي. إذن العدد اثنان عدد زوجي، العدد أربعة عدد زوجي، والعدد ستة عدد زوجي. طبعا يوجد كمان عندنا العدد ثمانية، رقم ثمانية رسمت كمان مجموعة فيها قلوب نفس الشيء، راح أحصر كل زوج مع بعض، كلمة زوج يعني كل اثنين مع بعض، هاي زوج، زوجان، ثلاثة، أربعة أزواج. كلمة زوج أي كل اثنان معا. لاحظوا العدد ثمانية كمان لم يتبقى عدد بمفرده، إذن العدد ثمانية عدد زوجي. في ملاحظة مهمة بدي أحكي لكم إياها بالنسبة للعدد صفر. دائما العدد صفر يعتبر عدد زوجي، لماذا؟ لأن العدد عشرة والعدد عشرون أو أي عدد أحاده فردي، مئة، مئتان، كله بتطلع على الأحاد صفر، إذن العشرة زوجي، العشرون زوجي، المئة زوجي. لماذا؟ لأنه كل اثنين بقوا مع بعض. خلينا نشوف كيف مثلا العدد عشرة هون، هاي عندنا العدد عشرة أحاده صفر. لماذا اعتبرنا الصفر عدد زوجي؟ لأنه المحطين هون كل اثنين مع بعض، كل زوج مع بعض، بنلاحظ أنه ما زاد عندي عدد بمفرده، إذن العشرة عدد زوجي، وأي عدد أحاده صفر يعتبر زوجي. إذن لما نتوصل لحبايبي إنه الأعداد الزوجية هي الأعداد التي يكون أحادها يا إما صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية، هدول الأعداد الزوجية. يعني مثلا إذا كتبت لكم هون العدد 324، كيف بدي أعرف إذا هذا العدد زوجي أو فردي؟ دائما ننظر إلى منزلة الآحاد. الآحاد لدينا أربعة، والأربعة هو عدد زوجي من الأعداد الزوجية. نيجي مثلا للرقم ثاني 350، ننظر إلى الآحاد، الآحاد عدد زوجي، إذن 350 عدد زوجي، وهكذا. الآن نأتي إلى الأعداد الفردية. ما المقصود بالأعداد الفردية؟ كلمة فردي أي دائما يبقى رقم بمفرده لوحده. مثلا العدد واحد، ننظر إلى هذه المجموعة، يوجد داخل هذه المجموعة قلب واحد لحاله، ما معه زوج، لذلك العدد واحد هو عدد فردي. كذلك الأمر بالنسبة للعدد ثلاثة، راح أحصر هدول الاثنين مع بعض، بضلوا هذا لحاله حزين ما معه حدا، عشان هيك العدد ثلاثة عدد فردي، لأنه بقي عنا رقم بمفرده. كمان خمسة، هاي خمسة، هدول الاثنين مع بعض
هذول الاثنين مع بعض هاد حرام، ضلوا لحاله ما معه حدا، عشان هيك 5 عدد فردي، ونفس الشيء العدد 7 والعدد 9. هاد ضلوا لحاله، بيناته 7 فردي، 9 نفس الشيء، كل زوج مع بعض 2 4 6 8، 9 ما معه حدا لحاله، عشان هيك بنعتبره عدد فردي. إذا الأعداد الفردية هي الأعداد اللي بيكون أحدها فردي، 1 3 5 7 9. أعطيكم مثال، مثلا العدد 671، بطلع على الآحاد دايما دايما، إيش الآحاد؟ 1، 1 حكينا من الأعداد الفردية، هيو. إذا هذا العدد كله بعتبره فردي. هلا في قاعدة حبايبي مهمة، دائما دائما نطلع على الأحد، الأحد اللي هو أول عدد مثل ما أخذنا. إذا الأحد عدد زوجي معناته العدد كله زوجي، إذا الأحد فردي معناته العدد كله بيكون فردي مهما كان الرقم كبير. يعني مثلا خليني أكتب لكم رقم 5682، رح تحكوا لي بس هذا الرقم كبير، احنا كيف هيك بدنا نعرف؟ بس بتطلع على منزلة الآحاد. هلا إذا الآحاد كان زوجي، هي طلعوا هي الآحاد زوجي، 2 زوجي، إذا هذا العدد كله يعتبر عدد زوجي. بتمنى أن يكون الشرح واضح حبايبي، وهلا رح أبعث لكم صورة لتمارين رايحين نحلها على الكتاب. شكرا لكم.